دكتور، احنا رحنا للنقطه الثالثه مع رونالدو، يمكن نتذكرهم مع بعض. النقطه الاولى ان انت تتجاهل او يبقى عندك لا مبالاه بشكل معين لاي حد ينتقدك وكمان حد يمدحك، مش تاخد الحاجه اللي تزقك اللي تفيدك. الحاجه الثانيه من قمه القمه، ده بيدي لك دايما استمراريه ودايما بيبقى عندك حلم جديد وامل جديد، وقلنا ازاي نطبقها وازاي بنعمل قبل ما ننام والكلام ده كله. ورحنا على الايكي جاي، ازاي نكتشف الحاجه اللي عندنا، عمل بحبه وبعرف اعمله كويس، فيكون عندي ادفانتج الابداع موجود عندي انا مش موجود عند الناس الثانيه، واعرف احوله لمنتج. بس دي مهمه. انا اقول لك انا بلعب كوره حلوه جدا جدا، تلعب فين؟ بنلعب في الشارع مع اصحابنا. ايوه، تعرف تحول منتج. منتج يعني نجيب فلوس، حد منتج يشتري يدفع فلوس، لازم يدفع فلوس، وما انا اعيش ازاي؟ يقول لك لا اصل انا بعملها هوايه، يبقى ده مش الايكي جاي. الايكي جاي ان حضرتك تعرف تحول له منتج يجيب لك فلوس. مش كده رونالدو لما طلبوه في السعوديه هتدوني كام؟ ايه المخصصات بتاع؟ راح رايح من غير ما يفكر. فرونالدو سبق كل الناس اللي راحت وراهم، هم راحوا وراه بعد كده كتير، نجوم كتير راحوا وراه بعد كده. مين اللي خد خطوه الاولى؟ رونالدو. جرأة، وانتقدوه ناس كتير. قالوا السعودي انت تسيب ما خلاص اصله فلس، اصله خلص، لا ده متألق هناك، ولا فرقت معاه اللي هو احنا بنحكي عليه بقى، ولا فرق معاه كلام الناس. انا رحت حته شايليني فوق راسهم، بجتهد كاني لسه ببدا الرحله بتاعتي، فكانت نتيجه اجتهاد. وراح قمه جديده، هو ده بقى نتيجه اجتهاده، فحفز ناس تانية. طب ليه ما نعملش زي رونالدو اللي هي بيقول لحضرتك ايه؟ هو قادر يعمل ايقونه الناس تقلده، عشان كده سموه المدرسه، مدرسه رونالدو في التفكير. صحيح. فالنهارده هو عمل دي قادر يحولها لمنتج. احنا بالنسبه لنا كعالم اسلامي نقول يؤجر عليه دنيا واخره. يعني ايه الحته دي؟ يعني صلاح لما يجي مثلا يقولوا صلاح يا جماعه اتبرع لقريته بكذا كذا كذا، ما هو ده يؤجر عليه دنيا. هو كان يعرف يعمل الكلام ده الا لو هو محترف وعنده الامكانيه دي كده، بالك كويسه يقدر بيها بالظبط يعمل حاجه لقريته ولناسه يؤجر عليها دنيا واخره. صحيح. صحيح. بيجي ولد صغير نفسه يعدي من الامن الموجود في الملعب عشان عايز يسلم على صلاح او يتصور معاه، فصلاح هم حجزوا الولد الصغير في الامن، صلاح جري بسرعه جدا جاب الولد وراح مديله كمان تيشيرت. ما هو ده بيغير الصوره عن مصر والمصريين والعرب جدا. ممكن يكون حد واخد فكره. صحيح. غلط مثلا. صحيح. مش في محلها، ولكن هو بيستطيع بتصرف بسيط. صحيح. يؤجر عليه دنيا اخر. بنقول عليها البارادايم. يعني كام واحد قدر بقى حول العالم يبص على تصرفه ويقول ايه؟ والله صلاح ده غير لي الصوره الذهنيه بتاعتي خالص. ده انا كنت فاكر المصريين دول بص بقى، لا 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 ده مصريين، ده بص صلاح، ده بص العرب، ده بص واحد بس. واحد بس قدر من خلال تصرف ايجابي احترافي ان هو ينقل الصوره الايجابيه دي لكل العالم، عن مش بس بقى مصر او بلده، لا ده عن العالم العربي والاسلامي. طب دكتور خليني اقول لحضرتك انه احنا مش هنسيب الموضوع ده للصدفه. ان اللاعب صغير او النشأ او النادي بتاعه يوفر له الاعداد النفسي وازاي يطور من نفسه وازاي يطور من المنتاليتي بتاعته. ما هو الاعداد السيكولوجي ده هو في الاول والاخر انت بتغير فكره، المنتاليتي بتاعته او عقليته. طيب انا كولي امر وما عنديش الادوات دي، يعني انا ما عنديش في المركز الشباب اللي بلعب فيه ما عندوش الامكانيه انه يجيب ناس متدربه او متعلمه تديني ده، انا على مستوى الاسره اللي هي امكانياتها على قد حالها مش قادر يقوم بالدور ده ازاي؟ يقرا فين؟ ما هو العلم دلوقتي ملوش حدود، يعمل ايه؟ يعني حضرتك حط نفسك مكان ولي امر او لاعب ما عندوش الامكانيات انه يوصل او حد يجي يديله العلم اللي حضرتك بتديه، يعمل ايه؟ كويس قوي. زمان قوي العلم ما كانش موجود، كنا عشان نجيب كتاب تدريب يا شغلانه صعبه جدا. انا مريت بالتجربه دي ومش عايز اضيع وقت الحلقه، بس اقول لك حاجه تضحك جدا. يعني الله يرحمه كابتن عبد الحليم الوكيل، الف رحمه ونور عليه، كان مديري في الشغل وعنده مكتبه، كان مدرب منتخب مصر قبلها بكتير، فكان عنده مكتبه كبيره كده هيفضيها مكتبه في الشغل ففيها كتب فولي. فقال لي يا شريف لو انت عايز كتب من المكتبه تعالى خدها. انا بقى طبعا رحت بص على المكتبه، يا نهار ابيض كتب مش ممكن، فرط في الكتب دي، كتب جامده جدا، عايز اخدها. فرحت واخدها. كان في كتاب كده بتاع الاتحاد الكندي لكره الطايره 74، وكان في كتاب بعد اولمبياد طوكيو تقريبا اصدار 71. خدت الكتابين دول وعمال اذاكرهم بقى. الكلام ده كان سنه كام بقى؟ سنه 87، بعديها ب 17 سنه. فكل حد يجي لي مكتبي ويبص على كتب، كان كتاب الجلده بتاعته اورنج جميل، او حتى كتاب شكله فخم يعني، كل يبص على كده يقول لك ايه يا ابني الايه؟ الواد شريف ده محظوظ، ده معاه تدين كتاب، حتى دي الكتاب اللي هو ايه؟ بيتكلم 17 سنه فاتت. لان العلم ما كانش متاح كده. كان صعب. العلم سهل جدا جدا. كل اب عنده ابن او بنت بيلعبوا
يقدر يدخل على النت ويكتب على جوجل زي ما بيدخل على فيسبوك يستبدل ويدخل على جوجل سيرش تمام. ويكتب ايه الاعداد النفسي للاعب ناشئين، الصلابه النفسيه للاعب، التعافي بعد المباراه، كل الكلام ده اصبح مكتوب. سؤال في ايه الفرق بين المكتوب وبين اللي احنا بنقوله هنا وبين المهارات؟ المكتوب تديك معلومه، احنا شغلنا ازاي نديك المهاره. الفرق بين الناس هو ما بين المعلومه كنصيحه والمهاره تعرف تعملها ازاي. احنا نعملها ازاي دي بالنسبه لنا مش واضح قوي. يقول لك ايه حضرتك تقول للولاد، وانا بقول لولادي زمان بقى تخليك راجل، يلا خليك راجل. ايوه عايز يعمل ايه بقى حضرتك؟ ايوه يعمل ايه بقى؟ ما عارفش يعمل ايه بالظبط. خليك راجل، دي نصيحه. انشف اعمل ايه؟ كده بقول لحضرتك اعمل ايه يعني. ايوه دي نصيحه. النصيحه ما تعملش اي حاجه، احنا احسن ناس ناخد نصايح. بس في حاجه اسمها المهارات. النصيحة دي مش اوتو بايلوت. اوتو بايلوت يعني حاجة موجودة عندي جزء من شخصيتي اسمها اوتو بايلوت، مش محتاج افكر فيها. في حاجة عندنا اسمها منتال بروسيس. منتال بروسيس يعني في عملية عقلية، احنا اللاوعي عندنا في اوتو بايلوت مش هفكر فيه لما يتقال، تسألني اجاوبك، اذا ما مرش على عقلي. امال حضرتك اسمك ايه؟ فلان. مش هتقولي بقى ايه اسمي ايه اسم، لا مش هينفع، مش بروسيسنج هنا خالص. بتروح طالع على طول ساكن فين، خريج كليه ايه، اولادك مين، مولود سنه كام. ده اسمه اوتو بايلوت. كويس. في حاجه ده اسمها منتال بروسس. لما اقول لك ايه كابتن هيثم حضرتك اتغديت يوم الاربع اللي فات، هتقول لي ثانيه واحده، الاربع اللي فات بيحصل حوار بين الكونشس مايند والسب كونشس مايند، بيساله يقول له اتغدينا ايه الاربع اللي فات، السب كونشس يساله النهارده ايه، يبدا يقول له. اذا احنا احتاجنا لمنتال بروسيس. الحته دي بتاخد وقت. اللعيب اللي في الملعب يقاس بحجم المهارات الاوتو بايلوت مش بالمنتال بروسيس. حلوه دي يا دكتور. طب الاوتو بايلوت يجي من ريبيتيشن؟ طبعا ريبيتيشن صحيح. لانه لو كرر غلط خلاص. اقول لك مثلا ايه، حركه في الباسكت مثلا، بتعمل دريبل انت مش شايف الباسكت خالص وتلف ترمي من غير ما تشوف، طب ودي عملتها ازاي؟ اوتو بايلوت. اوتو بايلوت. طيب السبايك سيرف فولي بول، يعني سبايك سيرف هو شايف الشبكه؟ لا مش شايفها، هو شايف الملعب خالص، عينه على الكوره ورميه عاليه جدا واخد خطوات الارتقاء بتاعته، مش شايف الخط ومش شايف الخط، كل ده اوتو بايلوت. فلما نقول اللعيبه المدرب طبعا ركز لي على الاوتو بايلوت عندك، مستوى الاوتو بايلوت عند اللعيبه قد ايه؟ حجم المهاره الموجوده اوتو بايلوت قد ايه؟ هي دي مهمه جدا. دي من ضمن الحاجات اللي المدرب بياخدها مش اللعيب. فلما بوصل لقدر مهارات في الاوتو بايلوت كبير انا مطمن عليه. والصلابه النفسيه بقى اوتو بايلوت مش منتال بروسس. مش هقول لك عايزين نفكر انا ابقى اتعافى من الحكايه، يقول لك ما عشان تتعافى لازم دي كلها منتال بروسس. لا انا لازم اطمن. هو كلمه بناء يعني ايه؟ احنا سكننا الحاجه دي في الاوتو بايلوت. ودي بنيت الدور الاول حطيته في الاوتو بايلوت. بالظبط كده، بالظبط كده. عشان اقول لك ايه، والله احنا حاولنا معاه ما فيش فايده. حضرتك بتحاول منتال بروسس لسه بدري على المنطقه بتاعتنا اللي بنتكلم عليها دي، لسه بدري. فكل المفاهيم اللي احنا بقولها السهله دي لازم موجوده عند المدرب، موجوده عند اللعيب، موجوده عند بابا وماما. بيقولوا بابا وماما الحد الادنى الاول تاخد المعلومه الاول ان ابني محتاج كذا 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 كذا، وبعدين بتبدا تدردش مع القريبين منك او اللي بيقعدوا مع بعض في النادي، انتوا تعملوا جروب مع بعض ودردشوا في الحاجات دي على اساس ان احنا نوصل لافضل اداء ممكن. لكن هنيجي بقى عند المهاره هتحتاج متخصص.